في سياق متصل، بثت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الجزء الثالث من سلسلة الأفلام الوثائقية قطر والملف الأسود، الذي سلط الضوء على ما مارسته قطر في الجانب الرياضي على المستوى الدولي عبر الرشا وشراء الذمم للاستيلاء على شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022. I can protect myself. I'm strong enough because I know what I have done, what I have not done. I have my conscience. I know that I'm a honest man. Your conscience is clean. So, yeah, I'm clean. I'm clean. لا يكفي أن تكون قويا حتى تكون نظيفا. ولا يقبل واقع العالم الرياضي قوة سياسية تضرب شرف اللعبة وشرف المهنة وتلطخهما بالإرهاب. فأموال الفساد القطري لم تكن إلا نذير شؤم على كل الرياضيين والمخلصين وحتى الصامتين، بل كانت فرحة قصيرة المدى لتحقق حلما أعرجا يستند على شراء الذمم وبالكاد كان يقف. There is crossover between politics and FIFA. I mean, the whole FIFA machine, you can say it's political in a way. But in terms of, for example, it's a FIFA rule that governments of each country are not allowed to interfere in the running of football or the football authorities in their own country. المقاطعة تأخرت كثيرا. لما يبقى رئيس اتحاد كرة القدم القطري عبد الرحمن النعيمي هو داعم للقاعدة ويمول القاعدة، وخالد بن محمد يدعم جبهة النصرة، فإذا المقاطعة تأخرت كثير. وهي لعبة الشعوب زي ما هو معروف عن هذه اللعبة، وبالتالي هي لا تتزاوج ولا تتوافق مع الإرهاب بشكل عام. كيف لدولة ترعى الإرهاب في العالم أن تنظم كأس العالم؟ لكن الرياضيين يمكن ربما يكونوا واضحين شوية في المسائل الخاصة دي، السياسيين بيجوا يلخبطولنا الدنيا شوية. نعم، ربما السياسة تتقاطع مع الرياضة. السياسة أن تحاور وتراوغ وتتفاوض وفق مبادئ وأخلاقيات، تماما كمن احترف لعبة الركل والهجوم في الوقت المناسب كرة القدم، حيث لا فساد ولا تزوير ولا بيع ولا شراء للأصوات والتوقيع. وهذا ما يقوله أي مسؤول عندما يحاول نفض غبار بلاتر عن جبينه. I want to work with all of you together, with all of you, in order to restore and rebuild a new era in FIFA, a new era in FIFA where we can put again football in the center of the stage. إذا كان إنفانتينو يعني بيدعي الشرف والأمانة، فلا بد أن يفتح هذه الملفات الخاصة بالاتحادات اللي ما تزال لم تغرق بعد، ومفروض أنه يفتح كل الملفات الخاصة بالفساد السابقة إذا كان عايز يبدأ صفحة جديدة. There's concerns about whether the World Cup will go ahead in Qatar. Gianni Infantino, the FIFA president, says that he believes that the situation, even though it is quite serious, will be resolved by the time 2022 comes around. He sees it as a kind of maybe a temporary diplomatic problem. Because in the end, what matters to FIFA is money. And they are desperate to make a huge amount of money out of their World Cup. And if they were to suddenly change this this hosting of the World Cup at the last moment, then they would probably lose money on it. And that the hosting of that World Cup in 2022 is all about money. الفساد والإرهاب والكأس والعالم وأموال قطر، كلمات يصدح صداها في صدور الأبرياء ممن أودت بهم قطر إلى المجهول وظنت أنها ستنجو ببدنها، ولكن حبال لعبتها كانت تلتف عليها لتجهض بذلك حلمها. كل يوم بيثبت للعالم كله أن قطر بترعى الإرهاب ولها أيادي خفية وخبيثة في كتير من الدول العربية، حتى في الدول الأخرى، وبالتالي يبقى صعب جدا جدا أن دولة بتطلع الإرهاب وبتنفق كل هذا الإنفاق تنظم كأس العالم. ساعتها لن يقتنع الشارع الرياضي في العالم بأن دي الروح الرياضية. كيف للروح الرياضية أن تعيش في وسط أيادي ملطخة بالإرهاب؟ Political situation now
continues, I think it will be very difficult to hold the World Cup in Qatar, because you have a problem of communications, of flights, of labour, of people who need to work at the World Cup. The bigger question is, what's FIFA going to do about it? And frankly, FIFA deserve the position that they find themselves in now, where the actions of Saudi Arabia and UAE are going to significantly impact on them because of the way that FIFA awarded the World Cup in the first instance and the environment that they created around a World Cup bidding process. السؤال الأهم: متى ستتخلى قطر عن ازدواجية المواقف؟ تدعم الإرهاب علانية وتغوص في وحل الفساد وتطلب من العالم الذي ضاق ذرعا من تصرفاتها العبثية أن يتستر على فضائعها في دمغ الحقائق وخرق حقوق الإنسان والتعنت أمام شقيقاتها.